السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازلنا مع وقفاتنا مع سنة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. من الأمور العجيبة التي تطالعك وأنت تستقرئ أحداث السيرة وتستقرئ ما ورد إليك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنك إذا نظرت إلى الأنماط التي تعاملت مع مسار الحق ومع الطريق المستقيم، سترى هناك أنماط واضحة. هناك نمط الإنسان الذي قبل الحق فسار في الطريق المستقيم وسار مع الحق، هذا نمط المؤمنين. وهناك نمط آخر على العكس، مسار الذي عاند الحق وسار ضد مسار الحق، ألا وهو مسار الكافرين الجاحدين المعاندين. وهناك مسار آخر واضح وخطير، وهو مسار المذبذبين. هذا هو سبيل المنافقين الذين أعلنوا الإسلام بألسنتهم وبظاهر جوارحهم، ولكن لم يشرحوا بالإيمان، لم تنشرح صدورهم للإيمان، ولم يكن هناك حقيقة لهذا الإيمان في هذه القلوب. لكن هناك نمط في الحقيقة هو نمط خفي لا نراه، يعني ليس نمط من الأنماط الظاهرة، بل قد لا نكون قد سمعنا به ولم نتخيله. هناك المسار الموازي للحق. هذا المسار مسار عجيب، إنسان يسير في طريق ليس في طريق الحق، هو ليس مصادما للحق، لا يسير في مرحلة أو في مسار صدامي مع الحق، إنما يسير بجانب الحق. اختار مسارا موازيا للحق، يسير في طريقه، ينظر إلى طريق الحق ويراه، هو يراه ويعلمه، بل وقد يعلم أن هذا هو الحق لكنه لا يسير فيه. اختار مسارا مستقلا يسير فيه ولا يسير مع الحق. حتى لا يكون يعني هذا مجرد كلام نظري، أقول في هذه المرحلة، في المرحلة الأولى من مراحل الدعوة، ظهر هذا النمط الذي نتكلم عليه، والذي يتجسد بحرفية في شخصية أبي طالب. أبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من رعاه، وهو من كفله صغيرا بعد وفاة جده عبد المطلب، فعاش النبي صلى الله عليه وسلم في كنفه وتربى مع أبنائه. فلما أذن الله سبحانه وتعالى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعرض الأمر على كل من حوله، ظهرت الأنماط التي نتكلم عليها، نمط المؤمنين، نمط الكافرين المعاندين، وإن لم يظهر بعض نمط المنافقين، هذا سيظهر في المدينة، لكن ظهر لدينا هذا النمط الذي نتكلم عليه، نمط أبي طالب، رجل لم يرفض الحق لكنه لم يقبله، رجل لم يصادم الحق بل على العجب كان معه وكان ينافح عنه. كان في هذا الوقت أبو طالب يشكل مظلة الحماية للدعوة وللنبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يتبعه ولكن لا يكذبه. حتى اشتكت قريش من هذه المعادلة الغريبة، يا أبا طالب أنت معنا، أنت على دين آبائنا وأجدادنا، لماذا تترك ابن أخيك يفعل كذا وكذا ويقول كذا وكذا، ويشتكون إليه مرارا. فكان أبو طالب يسكنهم ويهدئهم ويصرف أذاهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل على هذا الحال طوال عمره، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بهذا. ففي الحديث الذي روته عائشة رضوان الله عليها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زالت قريش كاعة عني حتى توفي أبو طالب. كاعة كما قال ابن الأثير في كتابه النهاية، أي أراد أنهم كانوا يجبنون عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم في حياة أبي طالب، فلما مات اجترأوا عليه. كان مظلة الحماية، سبحان الله، يحمي الدعوة ولا يستجيب له، يحمي النبي ويصدقه ولا يتبعه، أمر عجيب جدا. كيف اختار هذا المسار أصلا؟ وكيف قبل أن يعيش على هذا الخط العجيب؟ فهذه النمطية هي من أعجب النمطيات ومن أخطرها على الإطلاق. أما العجب فيها
فلأنه اختار مسارا متفردا لا يسير مع الحق ولا يصادم الحق، ويعلم أنها الحق ويشهد بالحق، حتى إنه صرح بهذا، أبو طالب صرح بهذا لما جاءته قريش أيضا في أحد اللقاءات واشتكت إليه، وكان بينهم حوار طويل، فقال لهم والله ما كذب ابن أخي فارجعوا. يعني هو يعلم أنه صادق، لكن سبحان الله، بل وبصل الحال أنه كان يبذل ليس فقط من وقته وجهده وماله، بل بلغ به الحال أنه تعرض للأذى كما حدث في مسألة الشاب التي سنتكلم عليها بالتفصيل. وصل به الحال أنه دخل الشعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوصر وأوزي لمدة 3 سنوات، كل هذا وهو ليس معهم، ليس معهم أصلا، حتى آخر لحظة لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه في هذه اللحظة وهو يجود بنفسه، يا عم قلها كلمة، كلمة واحدة فقط تكون حجة، أحاج بها عند الله سبحانه وتعالى، فأبى. وحضره في هذا الموقف أبو جهل، وكان عنده كذلك عبد الله بن أبي أمية، وظل به يا أبا طالب أتعرض عن دين أبائك وأجدادك، وظلت هذه المناقشة في هذه اللحظة الأخيرة، وظل حتى آخر رمق، حتى قال أنه على ملة عبد المطلب ومات على هذا. سبحان الله العظيم، يعلم الحق ولا يتبعه. ما هي الخطورة في هذا المسار؟ الخطورة عند الذي يسير في هذا المسار أن مساره قلما يذهب به إلى الحق. إن الذي يصادم الحق، الذي اتخذ هذا المسار الصدامي في لحظة من اللحظات، قد يسلم بالحق ويعود ويسير في طريق الحق، كما حدث مع كثير من الصحابة رضوان الله عليهم. كان منهم من يؤذي المسلمين ويشتد عليهم، كعمر. سبحان الله، عمر بن الخطاب كان من أشد الناس على المؤمنين، وكان فيه من الغلظة والقسوة، حتى إن أحدهم قال لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر. وسبحان الله، صار بعد ذلك عمر. خالد بن الوليد كان من قواد جيوش مكة، وكان أحد أسباب ما حدث في أحد، ورغم ذلك أسلم بعد ذلك وصار سيف الله المسلول. الذي يسير في مسار معاند قد يبدو له في لحظة من اللحظات لحظة الحقيقة، وينكشف أمامه الحق فيتبع الحق. أما الذي يسير في هذا المسار الموازي، هو لا يرى نفسه أصلاً في معاندة مع الحق، ولا يرى نفسه في حال اضطراري لأن يترك ما هو عليه ليذهب مع الحق. أنا مش معك، بس أنا مش ضدك، أنت كويس وأنا كويس، أنت على الحق أنا موافق، وأنا كويس برضو أنا على الحق. هذه خطورة هذا الموقف، خطورته في أنه يؤدي به إلى أنه لا يقتنع بأنه يجب عليه أن يترك ما هو عليه. هذا المسار مما لا شك فيه أنه أقل ضررا من مسار الصدامي. نعم، وصاحبه قد يؤجر على هذا، كما حدث لأبي طالب لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب، يعني كيف يعني يكون حاله، وقد كان له مكان، يعني حتى سئل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له العباس بن عبد المطلب ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي حديث آخر قال رسولنا صلى الله عليه وسلم أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. أي أن ما فعله من نصرة للحق وعدم المعاندة نفعه شيئا ما، لكنه لم ينفعه مطلقا. نعم، وهذه قاعدة لا بد أن نضعها أمام أعيننا. ما نراه أحيانا، ما نراه من نصرة أو من خير لدى من لا يتبع الحق، هذا لا يسوغ أن يكون هذا من أهل الحق. نعم، لن ينال الخير إلا من استسلم وسلم. وهذا ما سألت عنه عائشة رضوان الله عليها لما سألت عن ابن جدعان، وكان ممن يفعلون الخير العظيم في الجاهلية، فقال عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفعه هذا، لا ينفعه إلا إذا أسلم، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي. فيا عبد الله،
اعرف الحق جيدا، وإياك أن تخدعك نفسك بشيء من الخير عندك فتجعلك على مسار ليس هو المسار الكامل. إياك أن تسير في موازاة الحق. الخير كل الخير في السير على الصراط المستقيم، الطريق الذي ليس فيه عوج. إياك أن تتلاعب بك نفسك فتظن في نفسك الخير وأنت لست من أهل الخير. قد يكون فيك خير، لكن هناك فارق بين الجملتين، أن تكون من أهل الخير أو أن يكون فيك خير. أن يكون فيك خير قد ينفعك قليلا، لكن لن تنتفع الانتفاع الكامل بهذا الخير إلا إذا سلمت واستسلمت وسرت في الطريق الذي وضعه الحق سبحانه وتعالى لك. هو طريق واحد وهو دين واحد، سر عليه ولا تسر بجواره. وإياك أن تغتر بما قد يكون عندك من الخير، بل كن على هذه القناعة وكن على هذا الصدق مع النفس. هل أنا حقا على ما أراده الله مني وما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم مني؟ فاز والله من اتبع الحق كاملا، وخسر وخاب من عاند، وخسر وخاب من سار في مسار لا يذهب فيه إلى الخير. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بطريق الحق، وأن يجعلنا ممن يسيرون على طريق الحق، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يجعلنا من المستقيمين في حياتنا، وأن يبعثنا على هذا الخير يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.